شايفينها حالا دلوقتي عمرها 60 سنة، دخلت عيادة الأسنان عندي. أول لما شفتها أنا توقعت إنه الحالة دي هتكون داخلة مثلا تعمل تركيب أسنان، أو داخلة تعمل خلع ضرس معين بحكم السن وبحكم اللي أنا بشوفه في المرحلة العمرية دي. طبعا أنا اتفاجئت أول لما دخلت العيادة إن الأسنان والأضراس بالشكل ده، وكمان الشكوى بتاعتها عبارة عن التهاب في اللثة بس. طبعا انا بعمل الفيديو ده علشان في ناس كتير جدا يقول لك احنا بنستخدم جميع انواع معجون الاسنان وفرش اسنان كتير، وبنغير ونغسل الفرشه ومعجون كل يوم، وفي نفس الوقت كمان في تسوس موجود في الاسنان والاضراس، لانه النهارده في ناس عمرها 20 و25 و30 سنه خلعوا 3 و4 اضراس وعاملين تركيبات وعاملين علاج عصب وحشو عادي، تقريبا في المرحله دي عاملين كل حاجه، لكن ما شاء الله دي 60 سنه ما عملتش اي حاجه في اسنانها. يعني الاسنان، يعني انا اتصدمت لما انا شفت الاسنان، او ما توقعتش ان الاسنان تكون بالشكل ده. فانا حاولت ان انا اسالها كام سؤال بحيث اشوف الوضع ماشي معاها عامل ازاي، او الست دي بتعمل ايه في الاسنان بتاعتها. اتفاجئت ان هي بتقول لي انا ما بستخدمش فرشه معجون خالص، يعني ما بتستخدمش فرشه معجون نهائي. طبعا انا مش معنى الكلام ده ان انا بقول للناس ما تستعملوش فرشه معجون، لا طبعا، بس كون ان الست تيجي في السن ده وما بتستخدمش فرشه معجون يبقى اكيد في عوامل بتخلي الاسنان بالشكل ده. كان الحاجات اللي هي جاوبت عليها، قالت ان والدها ووالدتها توفوا ومفيش ولا واحد فيهم خلع اي سنه او ضرس، يبقى هنا كده العامل الوراثي بيلعب دور كبير في الموضوع ده. اول حاجه ما خلعش والدها او والدتها، ما خلعوش اي سنه او ضرس من اسنانهم. الحاجه التانية بتقول انا عادي باكل كل حاجه، يعني باكل حلويات وباكل اي حاجه زي اي حد في الدنيا، لكن انا ما شفتش انه الحلويات او نوع الاكل اللي هي بتاكله عامل اي تاثير سلبي في الاسنان. الوضع انتوا تقدروا تحكموا عليه وانتوا شايفينه. كمان من ضمن الحاجات اللي هي اتكلمت عنها، بتقول انا معظم اكلي ما باكلش الاكل، يعني كان معنى كلامها ان هي ما بتاكلش اكل فيه مواد حافظه او الحاجات دي كلها، وده برضو بيلعب دور كبير. اهم حاجه بقى، وكنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، وكنت قلت ان في ناس 60 و70 و80 سنه ما خلعوش اي ضرس. الموضوع هنا بالشكل التكويني بتاع الضرس، يعني الشكل التكويني للاسنان دي ما فيهوش زجزاجات وما فيهوش فراغات كتير زي اللي انا حطيته على الشاشه دلوقتي ده، ده بيبقى عرضه للتسوس اكتر، لكن النوع اللي عندها هي شبه مسطح يعني، فبالتالي الاكل ما بيقعدش في الزجزاجات او الفراغات دي وما بيعملش تسوس بشكل دوري، او الضرس ما بيبقاش عرضه للتسوس بشكل مستمر. طبعا بحكم السن ان في حاجه اسمها جينجيفال ريسيشن، يعني اللثه نزلت عن مستواها الطبيعي، والسبب عندها بصراحه مش موضوع السن، السبب عندها انه في جير على الاسنان لان هي ما بتستخدمش فرشه معجون على طول. والغريب ان الجير مش عامل اي تاثير سلبي، يعني حكمه ربنا سبحانه وتعالى فوق كل حاجه. انا بس بوريكم الحاله دي وعملت الفيديو ده علشان تشوفوا الحاله دي، لانه في ناس كتير اول لما يدخل عياده الاسنان يبقى عنده تسوسات كتير في سن صغير، الدكتور يقول له ده انت بتاكل حلويات كتير، انت ما بتغسلش بالفرشه والمعجون. حاله قدامكم لا بتستعمل فرشه ولا معجون ولا بتحرم نفسها من الاكل ولا الكلام ده خالص، ما شاء الله ما عملتش ولا حشوه وما خلعتش ولا ضرس. فالموضوع هنا نقدر نقول بعد حكمه ربنا سبحانه وتعالى الشكل التكويني للاضراس، ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش كل الاضراس زي بعض، وكل الاسنان الشكل التكويني بتاعها بيختلف من شخص للتاني. وطبعا هي حظها حلو لانه اللي اصغر منها بخمس سنين وعشر سنين النهارده بيدخل العياده بيعمل تركيبات وبيعمل اطقم للاسنان والحاجات دي كلها. طبعا زي ما اتكلمت من شويه وقلت ان الموضوع مش بس موضوع فرشه ومعجون، لكن ده ما يمنعش ان احنا نستخدم فرشه ومعجون، احنا وضعنا غير وضعهم غير الناس اللي هي بتوع زمان. كمان الاكل بتاعنا كله دلوقتي عباره عن مواد حافظه، وده بيبقى ليه تاثير تقريبا سلبي شويه على الاسنان وكمان على بشكركم علشان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، وبشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم.